فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي حاب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح كتيرة جدا. بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، عليه كل خدماتنا والمنح الدراسية، فياريت تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي عبارة عن منحة دراسية في أستراليا ممولة بالكامل وبراتب شهري كبير. طيب خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. بالنسبة للدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي دولة أستراليا، تمام؟ طبعا دولة معروفة جدا وبيدرس فيها عدد طلاب كبير جدا من خارج أستراليا. بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي هي University of Technology Sydney، دي اسم الجامعة اللي مقدمة المنحة وبيرمز ليها UTS، تمام؟ بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية متاح لك التقديم في المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة للماجستير والدكتوراه فقط، يعني لو انت في اخر سنة بكالوريوس او انهيت البكالوريوس ممكن تقدر تقدم على الماجستير، لو انت انهيت الماجستير او في اخر سنة الماجستير بتقدر تقدم على الدكتوراه، لكن دراسة الليسنس او البكالوريوس غير متاحة في المنحة دي، تمام؟ بالنسبة للتمويل المتاح في المنحة دي، تمويل صراحة ممتاز جدا، انت بتاخد الرسوم الدراسية كاملة بالمجان، مش بتدفع اي تكاليف خالص للرسوم الدراسية، تمام؟ تاني شيء بتاخد راتب شهري مقداره 2500 دولار، ده عشان يغطي لك تكاليف المعيشة والطعام وغيره. كمان بيكون عندك السكن الجامعي وبيتم توفير تأمين صحي دولي للفرد والعائلة، لان انت هتدرس ماجستير او دكتوراه هناك، فهيبقى متاح ليك اصطحاب العائلة بتاعتك، والتأمين ده كمان بيشملهم في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث. كمان ما تنساش طبعا الدراسة في افضل جامعة من جامعات العالم، الجامعة دي مصنفة عالميا لها ترتيب كويس جدا. كمان ما تنساش هنا رابط جروبنا على الواتس وجروبنا على التليجرام، يا ريت تنضموا ليهم عشان توصلكم احدث المنحة الدراسية فور نزولها. بالنسبة للتخصصات المتاحة هنا عندنا، طبعا دي الكليات بشكل عام وجوها تخصصات فرعية زي التحليلات وعلوم البيانات اعمال الاتصالات الهندسة بجميع انواعها، كل كلية من دول بيبقى داخل فروع كتيرة جدا جواها، بتقدر تختار الفرع المناسب ليك، تمام؟ القانون عندك، العلوم والرياضيات، تقدر تشوف التخصص المتاح وتقدم عليه. بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، أوراق بسيطة مش معقدة، مطلوب منك السيرة الذاتية بتاعتك، سي في ترفقه، تمام؟ آخر مؤهل دراسة حصلت عليه، لو أنت في آخر سنة من المؤهل الحالي بتقدر تقدم بشهادة السنة اللي قبلها، ولو أنت تخرجت بالفعل بتقدم شهادة التخرج، تمام؟ كمان كشف الدرجات اللي هو بيكون موجود فيه كل المواد اللي أنت درستها بدرجتها. كمان شهادة اللغة الإنجليزية إن وجدت عند التقديم، تمام؟ المنحة دي ما بتشترطش اللغة الإنجليزية، ما بتشترطش الشهادة عند التقديم، ولكن لو عندك عند التقديم الشهادة ممكن ترفقها، تمام؟ هنا دي بعض الملاحظات اللي المنحة دي ليس بها حد أقصى العمر للتقديم فيها، سنك صغير سنك كبير بتقدر تقدم على المنحة دي. كمان يمكنك التقديم الآن حتى وليس لديك شهادة لغة حاليا، مش مطلوب منك دلوقتي شهادة اللغة عند التقديم، فيما بعد لما بتتقبل بيطلع لك زي conditional offer، وبعد كده بتقدر توفر شهادة القبول، حتى بيكون عندك دافع انك توفر الشهادة لانك بالفعل بتكون اتقبلت في المنحة. بالنسبة لكيفية التقديم في المنحة دي، بيتم ملء الابليكيشن اونلاين، عندنا ابليكيشن بيتم ملءه وبيكتمل التقديم كله اونلاين. اخر معاد للتقديم في المنحة دي هو 15 اكتوبر 2021، لسه في وقت ولكن تحاول تجهز كل اشيائك من دلوقتي للتقديم. عندنا هنا بعض الملاحظات، ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الوان بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين، كمان بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة او منحة انت عايزها، ان لو عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي متاح. كمان خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي تستخدمها في التقديم بنفسك في اي منحة انت عايزها، وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا الاضافية في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان بتلاقي رابط خدماتنا هنا، بتملى استمارة الخدمة المناسبة ليك واحنا بنتواصل معاك وبنرتب ليك كل شيء. خلينا نروح دلوقتي ونشوف الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كافة التفاصيل. تيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي وهيفتح معاك،
موقع الجامعة الرسمي وفي كل تفاصيل المنح اللي بتقدمها الجامعة دي. تمام، فهنا ده السكشن بتاع السكولارشيبس، تلاقي موجود عندك هنا كلمة سكولارشيبس. سكولارشيبس السكشن ده في جامعة UTS. وبتلاقي هنا بقى التفاصيل بقى المنح المقدمة بالنسبة لدرجة الماجستير والدكتوراه اللي هي البوست جرادويت ريسيرش سكولارشيب اند جرانتس. تمام، فهنا دي جزء المنح الدراسية اللي بتقدم ليها، وهنا عندك تفاصيل المنح دي. تمام، طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف قدم الآن كيفية التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم في المنحة دي وازاي ممكن تقدم فيها وتملى الابلكيشن بنجاح. تمام، طيب خليني اقول معلومة، المنحة دي انا شرحتها السنة اللي فاتت في نفس الشهر ده تقريبا او الشهر اللي قبله. كنت شرحت كيفية التقديم في المنحة دي، فانا مش هعيد نفس الابلكيشن مرة تانية، وانما احط لكم جزء من الفيديو السابق بتاع السنة اللي فاتت، هو نفسه بالظبط عملية التقديم، نفس الابلكيشن، نفس كل شيء، هتتبعوا الخطوات وهتمشوا عليها وهتعرفوا كيفية التقديم للمنحة دي خطوة بخطوة. تمام، طيب فبالنسبة كده للابليكيشن كده احنا وضحنا يعني ان هيكون في فيديو، هتلاقوه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو بتاع السنة اللي فاتت، وهتهتموا بجزء التقديم. تمام، جزء التقديم هتلاقوا فيه كل التفاصيل الخاصة بكيفية ملء الابليكيشن المنحة دي. طيب فكده يبقى احنا وضحنا كل تفاصيل المنحة، منحة ممتازة جدا، فيها راتب شهري، فيها الدراسة مجانا، عندك كمان التأمين الصحي ليك ولأفراد أسرتك، فكل ده بيكون على حساب المنحة. ما تنساش آخر ميعاد 15 أكتوبر، وكمان ما تنساش خدماتنا الإضافية لو حابب تقدم من خلالنا زي ما كتير جدا قدموا، ممكن تشوف آراء الناس اللي قدمت من خلالنا سابقا، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.